في قمة الدول الخمس بالساحل وفرنسا، وكان في استقبال رئيس الجمهورية وفد فرنسي رفيع المستوى وموظف سفارتنا في باريس. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني قد غادر العاصمة نواكشوط متوجها إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الخمس بالساحل وفرنسا المنعقدة في مدينة بو. وأودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم تونسي من طرف الوزير الأول السيد إسماعيل والبدوي للشيخ سيدياه ووزراء العدل والداخلية واللامركزية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط، ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم كل من السيدة الأولى مريم منتدى، السيد إسماعيل والشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد حنان والسيدي وزير الدفاع الوطني، السيد محمد أحمد المحمد الأمين مدير ديوان رئيس الجمهورية، الباهي سفير بلادنا في باريس، الفريق محمد الشيخ محمد لمين جيوش، السيد أحمد والباه الملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية، السيد أحمد والباهيني مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، السيد محمد لمين والدادة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، السيد تراوري هارونا مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، السيد الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة.